قرارات مولودية وهران واتحاد الجزائر عرفت ندية كبيرة منذ انطلاق اللقاء، حيث دخل أشبال المدرب عبد اللطيف بوعزة مباشرة في صلب الموضوع، وأهدر المهاجم صيام فرصة ذهبية لافتتاح مجال التهديف. وفي الدقيقة 11 اتحاد الجزائر يتحصل على ضربة جزاء إثر هذه اللقطة في منطقة العمليات، ليتولى تنفيذها المهاجم بلقاسمي بنجاح. بعد هذا مولودية وهران تضغط وتتحكم في زمام الأمور، بوطيش يسدد وكرته تعلو العارضة الأفقية، ثم انطلاقة على الجهة اليمنى، حميدي يوزع والمهاجم قرتيل يضيع فرصة تعديل النتيجة. أشبال المدرب منير زغدود وبعد تسجيلهم مبكرا اعتمدوا على الهجمات المرتدة، وكاد المهاجم أوكوبو أن يعمق الفارق بعد أن وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس ليتيم. اتحاد الجزائر ضيع أيضا هذه الفرصة من المهاجم بلقاسمي الذي فعل كل شيء إلا التسجيل، ونفس الأمر بالنسبة لمهاجم المولودية صيام عندما وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس زماموش. وقبل نهاية المرحلة الأولى اتحاد الجزائر يسجل هدف عن طريق أوبوكو الذي كان في وضعية التسلل، وآخر محاولة كانت من جانب المولودية ملا لينفذ مخالفة مباشرة وكرته تصطدم بالعارضة الأفقية، لينتهي الفصل الأول من هذا اللقاء بنتيجة هدف دون رد لصالح الاتحاد. ومع بداية الشوط الثاني اتحاد الجزائر وصل بنفس النهج، المهاجم بلقاسمي وبعد كرة على طبق يضيع فرصة تعميق الفارق، ثم انطلاقة من وسط الميدان وكرة بن حمودة تجانب العمود. وفي الدقيقة 68 الحكم جاموح يشعر البطاقة الحمراء في وجه المدافع بوشينا إثر هذه اللقطة. مولودية وهران وبعد دخول البديلين بلومي وبن حمو انتعشت القاطرة الأمامية، وفي هربة على الجهة اليمنى بلومي يراوغ ويسقط في منطقة العمليات، والحكم يشعر البطاقة الصفراء بداعي التمويه، لتتواصل الحملات الهجومية من جانب أصحاب الأرض التي كللت بهدف تعديل النتيجة في الدقيقة 85. بعد هذه الانطلاقة من الدفاع تمريرات ونقلات بين عناصر المولودية، والمهاجم بن حمو بتسديدة أرضية يغالط الحارس زماموش، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله بين مولودية وهران واتحاد